سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله جلسة مجلس الوزراء التي ستعلن من خلالها الميزانية العامة للدولة لعام 1439-1440 للهجرة. وخير بداية لهذه الجلسة آيات بينات من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم. سيدي خادم الحرمين الشريفين، تتفضلون الآن حفظكم الله بإلقاء كلمتكم بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه نعلن الميزانية السنة المالية 1439-1440 كأكبر ميزانية للإنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفطية متدنية مقارنة بالسنوات السابقة لنواصل بحول الله مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل والقدرة على التكييف مع التطورات وتجاوز التحديات حيث تم إطلاق 12 برنامجا لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في المحافظة على كفاءة الإنفاق بهدف تحقيق معدلات اقتصادية مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين ومعالجة ما قد يحدث من آثار لجانب دعم الاقتصاد الخاص ونشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية العام المالي الحالي ليست تتجاوز 25% مقارنة بالعام الماضي رغم الإنفاق ارتفاع الإنفاق ومع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم يكون أقل من 8% من الناتج المحلي والإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسع في الميزانية كما نجحت البرامج الحكومية في تخليص الاعتماد على النفط يصل إلى نسبة 50% تقريبا ولأول مرة تشارك صناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة إنفاق الرأسمالي والاستثماري ما يزيد عن حجم إنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة بالإضافة لاستمرار الحكومة
في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13%. ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن 2023. في نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى دين النتائج المحلي ليبقى أقل من 30%، ومستوى عجز ينخفض تدريجيا. إن هذه الميزانية تواصل الصرف على قطاعات تنمية مختلفة في جميع مناطق المملكة معدلات مرتفعة والحمد لله، كما تحتوي على مخصصات الإسكان وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم بإذن الله بدفع العجلة الاقتصادية للإمام وتوفير مزيد فرص العمل للمواطنين والمواطنات. ولقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي التطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات على الخدمات المقدمة لهم، ويعكس الأهداف المرجوة ما تم تخصيص مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام. لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل والتنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى، ونحمد الله على مدى الأمن والاستقرار، واثقين بتوفيق الله وعونه، متوكلين عليه ومطلعين لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي خادم الحرمين الشريفين، يتشرف الآن سمو الأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف بقراءة مرسوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439-1440 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد 72-73-76-78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1090 بتاريخ 27/8/1412 هجري، وبعد الاطلاع على المواد 25-26-27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم 1013 بتاريخ 3/3/1414 هجري، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 12/4/1407 هجري الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم 157 بتاريخ 12/9/1420 هجري ورقم 153 بتاريخ 17/4/1435 هجري، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 14364 بتاريخ 25/3/1439 هجري وقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1/4/39/ق بتاريخ 3/3/1439 هجري، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة وإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة وإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439-1440 المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم 2481 بتاريخ 25/3
1439 هجري، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 176 بتاريخ 1/4/1439 هجري، رسمنا بما هو آت: أولاً، تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1439-1440 وفقاً لما يلي: 1. تقدر الإيرادات بمبلغ 783 مليار ريال. 2. تعتمد المصروفات بمبلغ 978 مليار ريال. 3. يقدر العجز بمبلغ 195 مليار ريال. ثانياً، تعتمد ميزانيات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439-1440 وفقاً لما يلي: 1. تقدر مصروفات المؤسسات العامة للسنة المالية 1439-1440 بمبلغ 112 ملياراً و288 مليوناً و759 ألف ريال. 2. تقدر إيرادات المؤسسات العامة للسنة المالية 1439-1440 بمبلغ 12 ملياراً و387 مليوناً و322 ألف ريال. 3. يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 99 ملياراً و900 مليون ومليوناً و437 ألف ريال. 4. تعتمد ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439-1440 وفقاً لما يلي: 1. تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439-1440 بمبلغ 53 ملياراً و650 مليوناً و811 ألف ريال. 2. تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439-1440 بمبلغ 6,955 مليوناً و911 ألف ريال. 3. يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 46 ملياراً و694 مليوناً و900 ألف ريال. 4. 1. تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة 1 من البند أولاً من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي. 2. تحدد وزارة المالية آليات إيداع إيرادات الأمانات والبلديات والمؤسسات العامة وما في حكمها وما يزيد على المقدر منها وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية، على أن تستمر تلك الجهات بالعمل وفق ما هو معمول به حالياً إلى حين قيام وزارة المالية بوضع آلية وبرنامج زمني لاستكمال تنفيذ ما قضى به الأمر الملكي رقم 55685 بتاريخ 30/11/1438 هجري. 3. التأكيد على ما قضت به المادتان 5 و 6 من نظام إيرادات الدولة، والمادتان 8 و 9 من لائحته التنفيذية. 5. تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها. 6. تفويض وزير المالية في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة بما يأتي: 1. التحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة
إلى حساب جاري وزارة المالية. 2- الاقتراض بما في ذلك إبرام أي اتفاقيات أو أي معاملات مشابهة في طبيعتها للاقتراض أو تقتضي تجارياً الاقتراض وما في حكمه، وإصدار أدوات الدين وإصدار السكوك بأنواعها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وما يتطلبه ذلك من ألف تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها، ب إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 313 بتاريخ 25/7/1437 هجري، والأمر السامي رقم 36612 بتاريخ 27/7/1437 هجري. جيم إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الجهات وما تصدره من أدوات دين وصكوك، على أن يراعى من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام ما يلي: 1- لا يحق للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار السكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمانات حكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية. 2- لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار ضمانات حكومية بشأن ما تقترضه من مبالغ سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض ما لم تصدر موافقة خطية من وزير المالية. 7- مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة 1 من البند 6 من هذا المرسوم يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 8-1 تتم المناقلات بين اعتمادات أقسام وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية وبين اعتمادات البرامج والمشاريع، على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما على نصف اعتماده الأصلي فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد على نصف الاعتماد، فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية. 2- تتم المناقلات بين تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة 10% من التكاليف الكلية المعتمدة له. 3- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على 10% من التكاليف المعتمدة للمشاريع بقرار من وزير المالية. 4- لا يجوز النقل بين اعتمادات مبادرات برامج تحقيق الرؤية أو إلى أي بنود أخرى معتمدة في الميزانية إلا بموافقة فريق العمل الدائم ووزارة المالية. 5- لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماداً في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظاماً في حق من يخل بذلك. 10- لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة
ولا يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية، ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد، وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. 11. إذا ظهر خلال السنة المالية 1439 1440 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1439-1440. وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتج عن تصرف غير مبرر، فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاماً في هذا الشأن. 12. تعتمد التشكيلات الإدارية الوظيفية لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 13. لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة. 14.1. لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة. 2. يستثنى من الفقرة 1 من هذا البند تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة. 3. لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة. 4. يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية منح صلاحية التحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية. 5. يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية منح صلاحية التخفيض للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية. 6. يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. 15. التأكيد على الأجهزة الرقابية بالاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة. 16. يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. 17. لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. 18. على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة كلاً فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز آل سعود. سيدي، تتفضلون الآن أيدكم الله بالتوقيع على مرسوم الميزانية العامة للدولة.